اقول ان الشتيمه اصبحت منهج حياه، واللي قاله حمو بيكا كارثه. انا شفت له فيديو بيتوافق مع الاحداث، والنبي تاخد حمو بيكا في العنوان يا استاذ. رايح عشان ياخد تصريح للغنى من نقابه الموسيقيين، قالوا تدفع فلوس 300 400 الف. قال لهم لا، انا بعد كده بقى المره دي بدا الضريف، المره الجايه هنزل الشارع، المره اللي بعدها اجي اكسر لكم النقاط. بدا الصوت العالي وقله الادب والتهديد والترويع هو اللغه التي يستخدمها بعض الناس المعروفه في مصر. كله بيقلد يا بيه، كله بيقلد. بقى المحترم ملوش مكان، المحترم ما بقاش ليه مكان، المحترم المؤدب اللي ما يردش الشتيمه بقى يتقال عليه ضعيف. فالنهارده حمو بيكا نتاج الموضوع ده، الخناقه بتاعت الراجل اللي اسمه راجح ده اللي قتل محمود البنا، ما هي ايه من الافلام اللي بيقدموا لنا فيها محمد رمضان قدوه ونموذج، ما هي من الافلام يا بيه. ما هو انت النهارده عشان تبني مجتمع لازم تبنيه على الاخلاق والقيم. اين هي مؤسسات الدوله الدينيه والثقافيه والاجتماعيه والرياضيه من بناء الشاب المصري، من بناء الانسان المصري؟ احنا عمالين نبني في كباري وسايبين الانسان واحد تاني عمال يهدمه كل يوم. طب الناس بتوع ال تي سي النهارده حصلوا على حكم نهائي نهائي، مفيش درجه تقاضي تانيه من المحكمه الاداريه العليا، رفضوا كل الطعون المقدمه من المجلس الاعلى للاعلام. واللي بيتبناها معالي الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس، والمستشار القانوني معالي المستشار احمد عبد العزيز القاضي بمجلس الدوله، القاضي بمجلس الدولة، اللي هم واقفين ضد عودة القناة. النهاردة خلاص حكم نهائي، آخر درجة في التقاضي، آخر درجة في التقاضي، آخر درجة في التقاضي بالنسبة لقناة ال تي سي. عايز أقول لكم بس أسماء هيئة المحكمة لأن الناس خلاص يعني. معالي المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، معالي المستشار دكتور محمد علي محمود هاشم، معالي المستشار هاشم احمد علي احمد علي عمر الجيوش، معالي المستشار مصطفى حمد عبد التواب محمد، معالي المستشار احمد عمالي محمد سيد احمد، معالي المستشار تامر عرفه عبده ابراهيم احمد، معالي المستشار اليماني عبد النبي اليماني سعد، معالي المستشار احمد سعد محمد هجرس، معالي المستشار بهجت محمد طلعت محمود محمد، معالي المستشار يحيى محمد ابراهيم التراس. كل دول نواب لرئيس مجلس الدوله، وكل دول النهارده قاد مجلس الدولة في المحكمة الإدارية العليا في آخر درجة، في آخر درجة برفض طعون المجلس الأعلى للإعلام اللي مقدمها الأستاذ مكرم محمد أحمد. هل سينفذ الحكم وألف أسرة شغالة في القناة؟ ما الناس بتبص على إيه؟ على مذيع شغال، المذيع اللي شغال، المذيع اللي شغال ده تحت منه ديكور نجار وكهربائي ومبيض وكل حاجة وامن وحسابات واداريه وسواقين وبوفيه وانتاج 100 قسم شغال. ففي 1000 واحد ولا 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 800 اسره على قناه ال تي سي بقى لهم 10 شهور قاعدين في الشارع. طب النهارده احنا اهو خدنا حكم بعوده القناه، هل ستعود ام سيتم دهس القانون بالاحزاب؟ هل الناس كلها تقلد حمو بيكا ومرتضى منصور وتبقى في الصوت العالي؟ النهارده اهو حمو بيكا بيقول لك هكسر وانزل الشارع واعمل وهجي لكم تاني والحكايه والروايه. ماشي، ايه الحكايه؟ هتطبقوا قانون ولا مش هتطبقوا قانون؟ راجع لكم في موضوع الاهلي تاني، انا الزملاء بيتابعوها. فالنهارده انت محتاج تنفذ الحكم تشجيعا للاستثمار، الاستثمار في مجال الاعلام وفق الضوابط التي تتضمن وقوانين الدولة. فده اللي مفترض يتم، الخضوع القناة هتعمل وفقا للقوانين وسياسات الدولة، مش هتعمل وفق هواها ولا رغبتها. النهارده الطعن تم رفضه، هل بقى الظلم يستمر لقناة ال تي سي؟ تم إعادة الهيكلة ومجلس الإدارة والحكاية واستوفوا كل حاجة وقالوا هنطلع. في اليوم ال 59 الناس رفعوا قضية قبل مرور الشهرية، خدوا حكم واجب النفاذ ما تنفذ، قالوا استنفذوا كافة الدرجات، تم استنفاذ كافة الدرجات. وأصبح الآن مفيش درجات تقاضي تاني، وأصبح على الأستاذ مكرم محمد أحمد
رئيس مجلس الاعلى الاعلام ومستشاره القانوني المستشار احمد عبد العزيز تنفيذ الحكم. الا بقى لو بيخافوا من الصوت العالي، الا لو دهسوا القانون والاحكام القضائيه بالاحذيه، الا لو هم واخدين موقف. ده موضوع ما فيهوش كلام. لكن قضاء مصر الشامخ اعاد قله سيما. قضاء مصر الشامخ قال انها استوفت كل اجراءاتها وحكاياتها ورواياتها ولا يوجد ما يمنعها. قضاء مصر الشامخ وصل لاعلى درجات التقاضي في المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله. وبالتالي والحكم تم في ايه في الشق الموضوعي؟ طب هفكركم بحاجه. كانت توقف برنامج الزمالك اليوم ورفع مرتضى منصور قضيه وخد حكم في الشق المستعجل، رجع في نفس اليوم. رجع في نفس اليوم. طب في الشق المستعجل هنا القلم ما رجعتش. طب في الشق الموضوعي والدرجات التقاضي انتهت، يجب تنفيذ الحكم. هو ده اللي يجب انه يحصل، ولا يستمر الظلم اكثر من ذلك على العاملين في قناه اللي في سنة. لا يجب ابدا ان يستمر الظلم. طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه بالنسبه للزمالك واستعداداته الى مباراه جنراسيون فوت. الزمالك اشرف بن شرقي هيلعب وجاهز، شيكابالا غير جاهز بالمره، مش هيلعب المباراه. نهضه البركان الاتحاد الافريقي يتشاورون يتهامسون يتناقشون ان نهضه البركان قد يكون بديل الزمالك في السوبر الافريقي اذا اعتذر الزمالك مبكرا عن اللعب في قطر. اقول تاني، يتناقشون في الاتحاد الافريقي لكره القدم ان مباراه السوبر ستقام في قطر ايضا، وان الزمالك لو رفض يروح نهضة البركان البديل اللي هو كان الطرف الثاني في الكونفدرالية أمام الزمالك في النهاية. وده وأنا شايف إن الزمالك ما ينفعش يتوقف ثلاث سنين، ما ينفعش يتوقف ثلاث سنين. يجب إن الناس تفكر، ما حدش هناك هياخد لا رهائن ولا أسرى ولا كلام بالشكل ده. ده كلام مش مطروح. حاجة تانية، الزمالك عنده مشكلة في القلب الوسط الدفاعي وبيتفاوض على محمد عبد العاطي. العرض الذي تم تقديمه لوادي دجله هو محمد عنتر ب 15 مليون جنيه مقابل محمد عبد العاطي في انتقالات يناير الماضي. محمد عنتر ب 15 مليون جنيه مقابل محمد عبد العاطي، لان الزمالك عنده محمود عبد العزيز زيزو عنده رباط صليبي بيحاول ينهي اجراءاته للسفر الى المانيا للعلاج، للسفر الى المانيا للعلاج. فالمفاوضات واصله للمرحله دي، وده عرض الزمالك. اتمنى ان نشوف بقى في يناير ايه اللي هيحصل. هرد على اسئله حضراتكم لان بتتوافد الانباء من حول الاجتماع. اهو الاهلي هيلعب الجون الاربعاء، الاهلي هيلعب الجون الاربعاء. لا يبقى نقفل ونجيب معلومه مؤكده ونجي لكم. قلت لكم ان القعده لسه مستمره في بيت كابتن الخطيب، لكن عندي معلومه دلوقتي من فريق العمل ان هيلعب الاربع. هشوف دلوقتي ايه الموقف في منزل الكابتن محمود الخطيب وماذا تم الاتفاق عليه، وارجع لكم تاني ان شاء الله. السلام عليكم.